لا أحد من علماء الإسلام يكفرون التطبيع أو علاقات طبيعية مع إسرائيل، ويربطونها بالمصلحة التي يقررها ولي الأمر. من دفع المغرب إلى التطبيع؟ لماذا التطبيع مع إسرائيل؟ ولماذا التسلح؟ ولماذا الدرونات؟ ولماذا يعني أننا عندنا الجبهة الشرقية مشتعلة؟ يعني يجب أن يسألوا أنفسهم أنهم هم من افتعلوا نزاعا منذ قرابة 50 سنة، هم من يدعموا نظاما تنظيما انفصاليا. لم تقدم الجزائر يوما ما شيئا للقضية الفلسطينية، لم شعرت. سياسير قالك إذا كان المتحدث أحمقا فعلى المستمع أن يكون عاقلا. أنا قلنا بأننا عندنا هذا ياسير، هذا السبب. لا كنظر عليا أنا 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 لا أنا لا أنا لا أنا المتحدث، راه هو المتحدث لست أنا الأحمق. أنا صاحبي ما كتفهمش مالك اخويا، ما نعيب وحدك. انا اللي كنت نتحدث دروك، ما يقلبليش رحمه الله على والديك. اسمع لي اسمع لي، هذا ماشي مهم. انا هو الاحمق والدينا والدي. في علم الكلام، في علم المنطق، الاثبات مقدم على النفي. انا اثبت لك حاله انني انا الاحمق وانت هو اللي بعقلك، فتجاوز. وانا المهم فهمت في هذا دروك. سي سنايبر واش سد المايك؟ واش سد المايك صاحبي؟ سد المايك، خليه يرد عليك. الله يرضي عليك. اسمع يا اخي، سياسر استرسل لك في نقطة مهمة وشرح لك إمارة المؤمنين، والمفروض أنكم تكونوا تفهمون هذا المفهوم للإمارة المؤمنين والاختلاف ديالها عن إمارة المسلمين، وأنك اختلاف المؤسسة كبير. والمفروض أن الجغرافيا ما يسمح لهم بجغرافيا الجزائر كانت تنتمي لهذا المنظومة ديال الخلافة الخلافة الإسلامية في الغرب الإسلامي، يعني على عهد المرابطين وعلى عهد الموحدين وعلى عهد بطبيعة الحال المارينيين، وجزء منهم يعني على عهد حتى السعديين والعلويين. بالتالي المنظومة واضحة. أنا أقول لك نحن كما قال لك الأستاذ ياسر، لا أحد من علماء الإسلام يكفرون التطبيع أو علاقات طبيعية مع إسرائيل ويربطونها بالمصلحة التي يقررها ولي الأمر. هذه هي العلاقة ديالنا مع المغرب. راه شوف، راه صعبة أستاذ ياسر أن الناس تفهم البنية السلوكية الشعب المغربي. راه مليون مليونين، ثلاثة المليون، ستة المليون يكونوا يرفضون التطبيع، لكنهم في نفس الوقت يثقون في قرارات المؤسسة الملكية وجلالة الملك وأمير المؤمنين، لأنهم يعتبرون أن أي شيء تقوم به المؤسسة الملكية يستحيل أن لا يكون في صالح المملكة المغربية. ثالثا، من دفع المغرب إلى التطبيع؟ لماذا التطبيع مع إسرائيل؟ ولماذا التسلح؟ ولماذا الدرونات؟ ولماذا يعني أننا عندنا الجبهة الشرقية مشتعلة؟ يعني يجب أن يسألوا أنفسهم أنهم هم من افتعلوا نزاعا منذ قرابة 50 سنة، هم من يدعموا نظاما تنظيما انفصاليا أنهك المغربية المملكة المغربية لسنوات وسنوات. المغرب في كل زنقة عندنا شاهد السياسير، عاتوا في الأرض فسادا الجزائري والبوليزاريو. وأنا كان لي شرف أنا لقيت واحد الكلمة أستاذك في إقليم ديال أستاذك، وشدك القبائل ديال أيتوسات، كان واحد الوقيته السياسي أنهم حاصرهم البوليزاريو، داروا لهم البلوكيوس، وكانوا يعيتون فسادا في ذاك المنطقة هذه. وحتى إلى الآن حينما تأتي الفيضانات تأتي يعني بالشهداء الذين سقطوا في تلك الأيام السوداء. فلم نجد آنذاك إلا 3 دول أساسية، وجدنا المملكة العربية السعودية حفظها الله، وجدنا الإمارات ديال الشيخ زايد، وجدنا إسرائيل التي ساعدت في القضية ديال الجدار الأمني. وهو يقول هذا نفس هذا الكتاب، يقول لك بأن حينما كانت الجزائر وكوبا ومصر كلهم ضد المغرب، اضطر المغرب إلى يلجأ إلى التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. نحن نقول هذه حساباتنا، ونقول أخطر من ذلك أن شوف ربع يهود المغاربة يوجدون في إسرائيل، ونقول بأن المغرب قادر الآن أنه يؤثر حتى في السياسة الداخلية الإسرائيلية وفي اختيارات حتى صانع القرار السياسي الإسرائيلي، وهذا مهم ومهم جدا. قال بلينكن أن المغرب هو المؤهل لقيادة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه يحل حل مجموعة من الأمور. والحل الكبير ديال ذاك المعبر ديال الليمبي التي حار يحار الآن القوى الدولية والغرب والشرق والعرب أنهم يلقوا مشكل ديال المعبر، كان المغرب ذا الحل بسهولة وبدون يعني جعجعة. هذا منطقنا. لكن أنا ما أريد أن أقول لهذا الأخ الكريم، قلت أنا من على منصات إسرائيلية انتقدت إسرائيل. وفرق ما بين أنك تكون متحمس وأنك تكون عاطفي، وفرق ما بين أنك تحلل تحليل استراتيجي. إسرائيل
تم تأسست لأنهم ناس كانوا يشتغلون، لأن كما كتعرف أخي الجزائري أن من المؤسسين الحقيقيين من غير تيودور هرتزل اللي كتعرفوه كاين حي مويزمان اللي هو خطر وخطر جدا. هذا حي مويزمان هذا كان اشتغل بواحد داها وكان ينتجون إلى درجة السياسية أنهم استطاعوا إنتاج مادة الأسيتون بكمية جد جد مرتفعة التي كانت حاسمة في فوز بريطانيا في المسابقة، فوز بريطانيا والحلفاء في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. قدموا الشيء الكثير لإسرائيل للغرب مقابل أنه أعطاهم هذه المنطقة هذه. نحن نقول على المستوى، أنا كنت عندي مداخلة الأمس على واحد الراديو المغربي مع السفير ديال فلسطين في المغرب، وتقدر تشوف المداخلة ديالي مع الأستاذ ياسر. أنا كنت مع صريح، قلت نحن نتضامن، نحن مجموعة الأمور، لكن هناك مشاكل على المستوى الداخلية. إذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر نفسها بأنها دولة وبأنها معترف بها من طرف الشعب الفلسطيني ومن طرف مجموعة من الدول من بينها المغرب، والدليل أن عندكم سفارة هنا في الرباط، فأنا قلت على الأقل أنكم تتعاملوا بمنطقة الدولة وتكون عندكم حصرية استعمال العنف المشروع اللي كتستعملوا الدولة، ويكون بيدكم قرار استلموا الحرب، ويكون أنتم اللي كتدبروا أدوات المواجهة. المشكلة أن في الداخل الفلسطيني ليسوا على قلب رجل واحد، والعرب ليس لهم أدوات الضغط على المنظومة الغربية منذ 1973، منذ الأزمة البترولية ديال 1973. ما أريد أن أشرح لهذا الضيف الكريم أننا نعتبر هذه الحكومة الإسرائيلية ونعتبر بأن فلسطين محتلة، لكن هناك واقع اعترف به الفلسطينيون أنفسهم في إطار حل الدولتين. كيفية أجراءات هذا حل الدولتين هو النقاش الكبير، لكن على المستوى الذي لا يعلمه أخي الجزائري أن هذا نظامك الذي قلت منذ قليل أنك تثق فيه أنه استخدم عناصر إسرائيلية للشعب الجزائري إبان العشري السوداء. ويقول هنا هذا المؤلف محمد تامات، قال لك وهو صفحة 246 في اعتقاد الجزائريين بأن جزء من مشاكلهم ليس وراءه القوى الغربية وفقط الكبرى فحسب، بل إسرائيل كذلك، وهو ما له علاقة بما قيل من أحد مستشاري الرئيس اليمين زروال وهو عبد الحميد بوزيدي أشار إليه في حديث نشرته صحيفة الجديد المغربية في ربيع عام 2001، فقال بأن تقارير أمنية وصلت كانت مفادها أن قوات إسرائيلية تكون أنزلت عناصر منها في أراضي جزائرية مساهمة في المجازر المقترفة على المدنيين. يعني هذا هو الكلام، وهذا هو يقول لك في مكان آخر، اسمح لي، كيف كان يتم التعامل مع الـ مع الـ مع الإسرائيليين. فأنا نشوف صحة الطريق، واحد العنوان يقول الطريق إلى تل أبيب، وهذا جزائري ولسه صنيبي، لا يقول صنيبي، يحيل على بعض الوثائق، يقول لك صحة هنا 220، يقول يتحدث على استعديف ورق، يقول لك كما كان صرح بذلك، وكان منها ايضا رئيسه الرابطه هذا اللي سميته شراقي، وكان منها ايضا رئيسه الرابطه الاسرائيليه الدوليه التي كان له فيها دور هام في الترويج الافكار الصهيونيه القائمه في تطرفها على رفض تقاسم ارض فلسطين مع غير اليهود ورفض الاعتراف بجزء حتى ولو كان بسيطا من القدس عاصمه الفلسطينيين، كما كان صرح بذلك الطيب الغيش رئيس تحرير جريدة الوطن في 7 جوان 1995. شوراق الذي كان مستشارا كذلك لبن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني، الكيان الذي يشترك معه في قبح المحيا الذي لا تنافسه ما فيه إلا غولدا مائير، هو ابن سعدي شوراقي ومليحة مائير، وهو أحد أكبر الكتاب الذين تفتخر بهم إسرائيل، وهو رجل لم يتذكر الجزائر أبدا إلا عندما نداه واجبه الديني إلى العودة إليها وفق التقاليد الثورية. سديت له المايك أبي طالب، سدو مايك أخوان، عنده أبي طالب يقول لي عنده المايك شاي كل ما تلقي يضغط لاتي نشوف أبي طالب. أبي طالب ممكن تسد المايك؟ أبي طالب نسد له المايك، ما كيبغيش يتسد المايك. أوكي. والذي هو رجل لم يتذكر الجزائر أبدا إلا عندما ناداه واجبه الديني إلى العودة إليها وفق التقاليد التوراتية المباركة لمباركة زواج ابنه إيمانويل الضابط الإسرائيلي الذي رافقه في زيارته إلى عين تيموشنت عام 1983. ويحلو لشوراقي
أن يروي تفاصيل زيارتي إلى الجزائر كما حدث إخوان رات دابا شخصيا ويسعده كثيرا أن يشير إلى أنه اتصل بشادي بن جديد شخصيا، وهي رواية مشكوك وهي رواية مشكوك فيها، قد يكون هذا الجزائر السابق اتصل بمدير ديوانه الذي سيرد الحديث عنه لاحقا، وأنه طلب من الرئيس الجزائري أن يسمح له بزيارة الجزائر مع ابنه من أجل الحصول على البركة بالإقامة في البيت العائلي الذي هجره أندري، ودخول المعبد القديم الذي كان اليهود يؤدون صلاتهم فيه قبل هروبهم من خطر مزعوم. ويروي شراقي بأنه بعد موافقة بن جديد سافر مع إيمانويل إلى باريس، كان يحمل جواز سفر أحدهما فرنسي أما ابنه فكان لديه جواز سفر واحد إسرائيلي، وأنه اتصل من هناك بمدير ديوانه العربي بالخير ليعلمه بأنه سيصل مطار وهران في الغد، ويؤكد أن السيارة رسمية انتظرته وابنه بمطار ثانية، وأن أعوال الأمن العسكري ساعدوا ابنه في سقط حاجز المراقبة من دون أن يبرز جواز سفره الإسرائيلي. ويعيب الشرق على الجزائريين منعهم إياه من دخول المعبد اليهودي الذي تحول إلى مسجد بعد أن هجر. إذن هذا يهودي كان من أشد الصهاينة وضد حتى قيم الدولة الفلسطينية، كان يتم استقباله استقبالا رسميا ومباركا من رئيس الجمهورية. أنا أقول لك بأن الحديث عاد أنه المقاومة وعلى أن الدولة الجزائرية تنتمي إلى دول الممانعة، هذا حديث للاستهلاك الخارجي والداخلي، بأن الحقائق لا تؤكد على الأرض. وفي التسريب أديال عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، هذا الرئيس العظيم، قال لبلينكن أننا ليست لدينا أي مشاكل مع إسرائيل، وبالتالي هو يؤكد بأنه لا مشكلة مع إسرائيل، المشكلة هو أنه في التصعيد وفي الخطابات، والجزائر لم يسبق لها أن شاركت في أي حرب بخصوص هذا النزاع العربي الإسرائيلي. طاهر الزبيري رئيس الأركان الجزائري وحتى هذا محمد تامات يؤكدون بأن الجيش الجزائري وصل يعني من بعد 9 أيام من انتهاء الحرب ومن بعد 15 يوما من اندلاعها، ويحكي بأنهم كانوا يشطحون ويمرحون في شوارع ليبيا، ولم يصيروا إلا بعد مدة يعني امتثالا للأوامر ديال دوغول، قال لهم وافقوا في المشاركة على الحرب لكن سيروا بسير ضعفائكم وما توصلوا حتى تنتهي الحرب. كذلك سنة 1973 سعد الدين الشاذلي هذا الجنرال المصري الفارق المصري قال بأنه يعني القوات الجزائرية وصلت من بعد، وبالتالي لم تقدم الجزائر يوما ما شيئا للقضية الفلسطينية لا مشعارات. أما لجي تحسب ما قدمه المغرب القضية الفلسطينية فالكثير والكثير أخي الحبيب. أعتذر خويا ياسر على الإطالة. شكرا. لا ليس هناك اعتذار، بالعكس أقول لك شكرا، كلامك كان قاسيا ودرت لي